غير بيك شيطانك وهواك يا راسي غير بيك شيطانك وهواك وعمل لك في عيني الفلوس بحيك Oh,
تنصبها كيما يبغيها شرع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الهاشمي قروابي البارح كانوا في عمر 20، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ايوي لافيه اللي انسفت هكذا، تكون صغير ومن بعد تكبر، وهكذا تمر الأزمنة وتمر الأيام. تحيتنا إليكم خالصة في هذه الليلة المباركة، نحيي كل من
دخل معنا نور الدين مكوش، مرحبا بك. نادر سلو، مرحبا خويا نادر. كذلك كمال عطوي، سيد علي اسماعيل، مرحبا بك خويا سيد علي. وكذلك ودخول كذلك خونا مختار، مختار عويجية. خويا مختار، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فعلا فكرنا بعضنا بعض في الصغر، خويا مختار كانوا في عمري 20 ما شاء الله. الله يرحم الحاج قروبي، الهاشمي قروبي رحمه الله. في البداية وقبل الانطلاق في اللايف نتاعنا وفي المواضيع اللي في اللايف نتاعنا، اللايف انطلق، لابد أن نتحدث عن موضوع هام وهام جدا، وهذا الموضوع يهم الأمة برمتها، الأمة كلها يهمها هذا الأمر. هذا الأمر هو هذا الوباء، هذا الوباء العالمي، والذي قلت أصاب الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية. ونحن نتحدث عن المكان الذي نعيش فيه والأرض التي نعيش فيها، ألا وهي الجزائر. الجزائر اليوم تعاني من بعض مشاكل أبنائها، أبنائها الذين ينقصهم الوعي، ينقصهم الوعي. فرغم التحذيرات والتنبيهات والأطباء يتحدثون والفيديوهات، وكم من لايف في 5 أشهر ونحن نتكلم، إلا أن هنالك أناس لم يفهموا بعد أن هذا الوباء خطير، وخطير جدا، وهو مرض خطير. فلا زالوا يخرجون، ولا يزال يخرجون بدون كمامات، ولا يزالون يقتربون من بعضهم بعضا، يعني ما يستعملوش الحجر الصحي أو التباعد الاجتماعي. وكذلك ما زالت مصيبة كبيرة هي مصيبة الأعراس، هذه الأعراس التي تقام هنا وهناك في تبسة وفي سطيف، وفي سطيف وفي مدنها، وكذلك في باتنا وغيرها. شفنا فيديوهات، والله يندل جبين لهذه الفيديوهات اللي فيها يعني دايرين خيام، وفيه مئات بل نظن حتى الآلاف، والرقص. وكاين واحد الحاجة شفتها وجعني بزاف قلبي، يأكلوا في قصعة واحدة، كل 10 يأكلوا في قصعة، يأكلوا في صحن. يا صاحبي اللي عنده كورونا راه يدخل في هذاك الصحن، يدخل ويخرج. وواحد فيهم واش يقول؟ يقول الفلفل الحار يقتل الكورونا. والله حسيت روحي انا نقول لك حاجه، راني في العصر النيوليتيكي الاول، العصر الحجري القديم في الجاهليه الاولى، ما حسيتش روحي باللي راني في 2020، ما حسيتش روحي بانني في عصر الحضاره والتقدم. كي تسمع كلام كيما هذا، اولا ياكلوا في صحن، ثانيا يقول لك الحار يقتل الكورونا، الاخر تهضر معاه يقول لك ما كاش الكورونا. ايش هذا يا اخي؟ واش هذا يا اخي؟ حتى ولو ما قريتوش، حتى ولو انتم جهال، حتى ولو ما كنتمش متقفين، عندكم علماء، عندكم اطباء، عندكم مسؤولين عم يتكلموا كل يوم، عم يديروا في تقارير، راكم تشوفوا في تقارير. وعلاش هذا الجهل هذا؟ وعلاش هذا التعمد هذا؟ حتى طلعت العمليه راحت، الاصابات راحت توصل 300 اصابه. وين انا رايحين يا جماعه؟ وين انا رايحين؟ 50 اصابه في سطيف، 23 اصابه في الجزائر، ولا 22، وبليده كيف كيف وحده بيناتهم. يعني والله نزيد نذكر، وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين. احنا الدور تاعنا اننا نذكر وننبه ونقول يا جماعة ردوا بالكم، ما تلعبوش يا جماعة. المستشفيات راهي امتلأت، عودة ولات كما كانت في الأول، وهذا ماشي مليح.
وهذا مضر للجميع، هذا مضر للجميع، مضر للبلاد، لاقتصاد البلاد، ومضر أيضا للناس اللي كانوا مساكن يشكيو على الخدمة تاعهم، لي جورنالي اللي يخدموا باليوم، هذوك الناس راح يعاودوا يتصابوا، لأنه رايحين حسب ما سمعنا من أخبار أنه رايحين يزيدوا يمددوا الحجر ويقلصوا من الوقت. يعني اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في هذه الأمة، اتقوا الله في المساكين، اتقوا الله في الفقراء، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، اتقوا الله، خافوا ربي. يا شباب، يا ناس اللي راكم في الشارع تلعبوا وتستهزئوا وتتمسخروا، يا ناس اللي في باتنا وفي سطيف وفي مسيلة وفي تبسة، وعلاش الأعراس هذه؟ علاش؟ علاش الأعراس؟ اصبروا شوية ولا ديروا أعراس بدون بعدد قليل جدا، اصبروا، يمر علينا هذا الوباء ومن بعد خلي الأمة تعيش وخلي الناس، يا ناس كاين الناس ما عندهاش باش تاكل، وراح يعاود يتغلق عليها وريحها هي اللي تحصل في المشكلة. والآن نظن بأنه أخصائيين هم اللي يتكلموا، ولكن نظن بأنه الأمور رايحة للغلق للمرة الثانية كما كانت في الأول، نظن والله أعلم. وأهل مكة أدرى بشعابها، الأخصائيين هم أهل مكة، هم أدرى بكل الأمور. محفوظ بوقادو، مرحبا بك خويا محفوظ. عقيب، مرحبا بك. نور الدين ميكاو، السلام، الله يرحم شيخ قروابي. انكور جافي 20 وي شانتي اوسي بار شارل ازنافور لا في ان بيتي تور اي اون سان فا. وي لا في الي انسي فات خويا نور الدين، فوالا il faut vivre، انسان لازم يعيش ولازم يامن بأن في هذه الحياة نهاية. كان في عمر 20 أغنية الحاج قروابي اللي ما يقدرش الإنسان ينساها. غانو بيطاون، مرحبا بك خويا غانو، أهلا وسهلا. وسيم، مرحبا بك خويا وسيم. فوزي رقاز، مرحبا. عيدون، مرحبا بك خويا. 283 حالة فعلا. بيطاون، ne te casse pas la tête, il y a beaucoup de connards. C'est malheureux, mais on le dit. عندك الحق خويا، خويا غانو، سي مالوغو، مي il faut le dire. سي متعبة، ولكن نبقى نتحدث ونتحدث، وكم نبقى نتحدث؟ أليس كما قال الله في القرآن الكريم، أليس فيكم رجل رشيد؟ ما كانش فيكم رجل طيب ورشيد؟ وتحدثنا أنا مختار عويجي على هذا الأمر، وتكلمنا على هذه الآية، على أليس فيكم رجل رشيد؟ ما كاش فيكم هاد الناس هادو، ما كاش كاع فيهم الحكماء؟ شكون اللي راه يحكم؟ شكون اللي راه، شكون راه في العائلات، في ال... في ال... في العروش، في ال... في الحومات؟ شكون هادو اللي رمي، اللي رمي يمشوا هكذا؟ ما كاش جي جماعه قال يا جماعه حشموا، يا جماعه خافوا ربي، يا جماعه راح نجيبوا لنا المرض، كيف ديروا عرس نتوما بعداد كبيره؟ واش بكم، واش بكم؟ تجي ضد قدره ربي، جات هكذا، ما جاتش غير عليك. كانت ناس دايره لي بروجي، كانت ناس دايره امور، جات هكذا، ماشي غير اللي راح يتزوج، كاين ناس كانت تخدم وانقطعت الخبزه ولي بروجي تاعها والاخر حبسوا، ولكن محمدين عم نستناو ربي يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله، ويرفع عنا الوباء ما يدومش، ولكن حنايا اللي لازم نعرفوا كيفاش نتصرفوا. راهي الامم راهي تفتح، علاش هي تفتح الامم؟ لانهم طبقوا الحجر الصحي والتباعد الى اخره. لازم نكونوا عاقلين يا جماعه. مموح، مرحبا بك. بوجنان، علي عاشور، مرحبا بك، سلام. مزيان زاكزي، مرحبا. رياض مانيش، مرحبا. نور الدين بونعاس، مرحبا بك خويا.
علي عاشور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يجيب الخير والسعادة إن شاء الله. اللهم اشفي وعافي جميع مرضى المسلمين إن شاء الله. أخويا علي مرزاق دحماني، مرحبا بك. حمادو مولوديا، مرحبا بك. نشوفو اختار شكون معنا، نشوفو شكون اللي راهم خارجين، نشوفو مختار من بعد غانو، نكلمو شويه مع مختار. مختار بعث لك انفيتاسيون. السلام عليكم. وعليكم السلام مختار، الله يسلمك خويا، مرحبا بك. مرزاق دحماني، مرحبا بك. الله يسلمك، الله يبارك فيك، مرحبا بك. تحية خالصة، ربي يحفظك خويا دحماني. لاباس خويا زهير؟ نور الدين ميك ماهوش لاباس. رانا نتحدثوا نتحدث على هذا الوباء هذا يا خويا مختار. الناس الناس ما حبتش شويه تحترم هذه التعليمات، وما حبتش تولي شويه للطريق، يعني يديروا عرس ويديروا القصعه ويديروا الصحن الكبير ويقعدوا فيه في 10 ياكلوا ويقولوا الحار يقتل الكورونا. واش رايك في هذه مختار؟ لا وعي، لا وعي. شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. كي ولا الحار يقتل الكورونا، مال الحار ندخلوه للصيدليه نعودوا نبيعوا الحار، قال هاوليك دواء تاع الكورونا. هذه هي لا وعي هكذا يا زهير. ما حبوش ياجلوا العراس، ما حبوش الاخر، لازم يفرحوا. لا غالب والتسلام والتعناق خويا. يا اخي انسى، هما عندهم العوايد تاع التسلام، انسى وحبسوا، انسى جبدوا روحهم على بعضهم، هم يقولوا ايه وجبدوا روحهم والاخر. مازالت العرس تعناق، ومازال الاخر ياكلوا في قصعه، خمسه سته عيبات في قصعه. علاه يا اخي علاه؟ باش تطيح البركه. رانا في وباء، رانا في وباء يا اخي، يقدر يعديك خوك. انت يا زيد تعدي داركم يموتوا كاع داركم. حتى يجي المرض عندك حتى يجي عندك المرض باش تحس بلي كاين كورونا. اعطيني سبب واحد برك، واحد اللي قنعني بلي كورونا ما كانش. قنعني انت بسبب واحد، قول لي سبب. ما عندوش وش يهضر، الا غالب يهضر باش يهضر وخلاص. مشكل والله، مشكل كبير. عندنا هذا فيه نقطه مختار، الحيط شويه فيه. فوالا نور الدين ميكاويش قال لك فوفير كوم ان فرانس مونتري لي زيماج شوك دي سال دو ريانيماسيون، بارك الله فيك، اي دي مور. الوغ لا يفيرون لا فيريتي. عنده الحق والله. انا راني شايف باللي الاعلام ما فهمتش علاه ما قامش بالدور تاعو كيما لازم. والله ما فهمت يعني. الله فيك، هذا يعني خويا والله. وشاطر هو الراي، وشاطر هو الراي. لازم الاعلام يروح لمكان وين كاين كورونا، وين كاين الناس لا يتعاني مليح والتنفس ما يقدرش يتنفس راح يموت مسكين، وريه لهم قول لهم هاوليك. الشعب يتبع وياخذ الراي باللي تاع الصح موجود، هذا المرض راهو موجود، ماشي حتى نجي لاهلك باش تولي كما نقولوا تقوم بالوقايه والتباعد الاجتماعي. ولا ماشي حتى نجي لدارك ماكش سامع، ماكش تروح سبيطار، ماكش تسمع، ماكش تشوف الاعلام. راهو في منحه تصاعدي 288 حاله راهي خاوتنا، رانا يعني في كما نقول رانا في خطر. هذه هي في خطر. طلعت كثير يعني، طلعت. الله يجعل الخير. حمدو سلام خويا حمدو. عبد النور قريبيسي سلام، مرحبا بك. عيدو محمد جماعه عيدو خويا مرزاق دحماني، السلام عليكم خويا محمد. عبد الرزاق دحماني مرحبا، الله يهديهم. غانو بيطاون سلام مختار، الله يسلم عليك. السلام عليكم خالتي. جمال الدين بوروبي، جمال الدين بوروبي، ربي يحفظكم خاوتي. امين امين. سلام خويا مومو، ربي يحفظك خويا. عيدون سلام خويا مختار. عبد القادر حر، مرحبا بك خويا عبد القادر، نورتنا. مرزاق دحماني يعطيك الصحه خويا مختار، بيان بارلي، برافو عليك خويا مختار.
خويا عبد بيحب القادر فيها حر مرزاق يارك من معنا تدخل معنا كما قلنا في البروغرام. مليح، مرحبا به. قلت لك مختار، يعني تستغرب يعني واش راه يحدث يعني في العاصمة، في مدن داخلية. البارح كورتيج كانت على العرس، يعني شيء غريب، يعني والله شيء غريب يا مختار. راما نشوفوا في الاصابات، راما نشوفوا في الاصابات، يعني منحة تصاعديه ونشوفوها هكذاك في الاماكن اللي كانوا فيها. زادوا داروا عرس، عرس الاولى صابوا اصابات ومازال يديروا في الاعراس. يا اخي اجل العرس تاعك، دي مرتك للدار وروح، ارفد الامانه تاعك روح للدار خويا، روح بصحتك. دراهم العرس شري بهم طوموبيل وروح بهم تونس، ومن بعد روح افرح مع مرتك، دير شهر العسل ودير واش تحب، اكاك في الفايده كاع. والله العلي العظيم غير غريب، يعني جاتك فرصة دير عشاء ايه خفيف تاع فرصة، فاميليا زوج ولا ايه ربعة ولا خمسة بارك ولا الله فيك، وبيناتكم، وارفد المرة تاعك وقلع كما قلت انت ديماري. والله غير في الحي تاعنا اخويا زهير، والله العظيم نعرف ناس والله غير جابها زغرته في الدخلة تاع باطيمة. السلام عليكم، مبروك عليك خويا، تربح ما شاء ان الله، شاء الله، بصحتك ان خويا، شاء الله. اشري طوموبيل بدراهم تاع هادو العيش، ناس اشري واعيين، طوموبيل. ايه هادو ناس واعيين، هادو والله ناس واعيين يعني. ايه ما شاء الله، عزيز جودر، وعليكم السلام ورحمة الله. مالك طلبي، سلام. ربي يصبر المرضى. لي زالجيريان il font pas attention et prennent des risques d'être encore plus grave. الله يجعل الخير خويا طلبي خويا مالك ربي يحمدك، خويا ان شاء مالك الله. طالبي من مناصري شباب بلوزداد او من بالوزداد، مقيم مرحبا بك، بفرنسا، وليد مرحبا عمتي بك مقيم خويا بفرنسا. طالبي، مرحبا بك. قسوم مزيان، مرحبا بك خويا مزيان، توحشناك. سلام خويا زهير، خويا مختار. ان شاء الله. روماني بخير، رومان ربي بخير يحفظك ان شاء خويا الله، مزيان، ان شاء الله كله يكون بخير ان شاء الله. هذا واش امين امين نتمنى امين. خويا مزيان. دونك هذه هي الاشكاليه اللي تكلمنا عليها خويا مختار، اللي نتمناه ربي ان شاء يحفظك الله. العفو خويا مالك يعافيك. طالبي، العفو. اللي نتمناه ان شاء الله ان الوعي يسود الامه ويسود شعبنا. وان كان والله غير هذه المره انا بديت نيأس من شعبنا، يعني ماشي كامل خير حاشا، خير ان شاء الله، تفاءلوا خير، ولكن تفاءلوا خير، فيها خير. يعني ما نحبش نسود الامور، لا ولكن لا 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 زهير، لا ان لا لا شاء لا الله. لا لا زهير، زهير والله غير فكرتني في الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم، تاع كما يقولوا هلك وهلكوا ثم نجا ونجوا، والله غرنا فيها سبحان الله. هذا أنا الانسان فعلا لو يتقب، لو يتقب من جهته لازم نربطوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نربطوه نسلكوه معانا. كي نسلكوه معانا قال خويا هاي فلوكه، روح وحدك خويا تموت. هذه هي اخويا زهير، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي جبته البارح تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، تاع ما شاء الله الفلوكة هذاك هو. اللي ركبوا فيها ايه ثلاثة من الناس، كي وصلوا، بارك الله فيك، نعاودوا اليوم يسمعوه الجماعة، كي وصلوا الوسط تاع البحر، حتى إذا وصلوا في معترك أمواج البحر، قال أحدهم هذا مكاني أصنع فيه ما شئت، هذه بارك حريتي الله فيك، والمكان تاعي في الفلوكة، ما تسالونيش ندير فيه واش نحب. ارفد واحد المطرقة وراح يبدأ يحفر في هذيك قال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أخذوا بارك الله عليه، يعني وكان يشدوه، نجا ونجوا جميعا، وإن تركوه الله فيك، هلك وهلكوا جميعا. هذه هي هذه هي. لو كاد الناس ايه لو كان ما نصحوهمش وما نوريولهمش وما نصقيوش عليهم ونردوهم للطريق، والدولة والمسؤولين والحكومة والسلطات ترجعهم للمكان تاعهم، يدوا الأمة كامل الول، يكركرونا كامل. ولذلك نتمنى الخير لأمتنا ولشعبنا وللجميع، حتى نخرج من هذا الوباء ونخرج من هذه المعضلة التي وقعنا فيها. خويا زهير ما دام هذه الجائحه، هذه في الحومات كامل، الحومات كامله راح كما يقولوا سوف نهلك. كون يعني انسان وما ينصحش خاوته راح نروحوا جماعه، راح نموتوا كاع كيف كيف. هذا لازم النصيحه تكون جماعه، يروحوا جماعه جماعه، شغل الامر بالمعروف ونهي عن المنكر. اربعه خمسه
كي يشوفوا واحد ماشي لابس ولا يروحوا ليه يهزموا فيها في خمسه باش تكون عندهم القوه تاع الكلام. قال يا اخي اتقي الله في نفسك، رانا في فلوكه واحده يا اخي، دير الكمامه. والنصيحه للناس اللي دايرين الكمامات مهبطها على نيفو، واحد دايرها شو كابيتان ديكيب براسه، واحد دايرها في يده، يا اخي ما تلبسهاش خير، علاش دايرها؟ انت دخلت المكان وين كاين الناس كثيره، دير الكمامه يا اخي. مش حتى نقول لك انا، خلاص عندنا 4 شهور، خلاص عندنا تجربه، عندنا تجربه، خلاص تدخل المكان اللي فيه الغاشي دير الكمامه اخويا. كي تكون برا بعيد عن الناس تقدر تنفس 10 مرات ولا 20 خطره باش الاكسجين يدخل لك الرئتين ورجع تاعك. كمامتك، مليح رجع مليح، الكمامة تاعك، رجعها. بارك الله فيك. ايه يعجزني سنة التعبير بايا واحد صحيح. الإنسان، واحد الإنسان مثلها لحاجة واحدة أخرى، والله أنا نقولها، والله ما نشدها عندي. مثلها ما ايه قال قولها لك بلا رجع قول. كمامتك، لو كانت تنحي كمامتك تعضنا معناها ترمي المرض نتاعك تعضنا. هذه هي كروكودين. ايه، تولي كروكوديل. ايه، تولي الكورونا هذه تولي كروكوديل، كي كروكودين تنحي صح. الكمامة تولي تعض. ايه تعد صح خويا. سبحان الله العلي العظيم. بويطاول غانم صل بالي ما يضحك. قال لك لا راس، كروكودين داندي ادنا داندي. شويه مختار، ادنا شويه، ادنا ما اه قدرتش هاي نقرا واش كتب. لا ها راس خويا هيا. ديمو دي خو بلا كورونا، قال لك سما بلا كورونا سي ديمو دي بالنسبه لنا لبعض الناس. صح عندك الحق، هانو والله شغل لعب. هل هي وسيم قال لك هل هي نقص في توعية أم نقص في إعلام أم واش من نقص يا ودي قوجا، يا ودي قوجا عباد فيهم، فيه قنطار ونص يمشي وطالق روحه يبطبط في روحه في الطريق هكذا كيمشي له واسمه زادم ويدير فلاش هان وكلش. كيفاش خويا وسيم، أي وعي هذا؟ يا وحنا والو غير في لي لايف عندنا 5 شهور من اللي رانا نعيطوا، صح والتلفزيون صح يعيطوا والجرائد تكتب واليوم اليوم راه كاين البارابول، العالم كاع راهم يشوفوا فيه. إيه سبحان الله، لازم نخرجوا من هذا الوباء، نخرجوا منه بالتباعد الاجتماعي، بالكمامة، بالتعقيم اليدين إلى آخره. هذه هي صح صح كريم حويدش، مرحبا بك. مرزاق دحماني، إن شاء الله هاد الناس ياخدوا راي خويا زهير وخويا مختار، يا رب ان شاء الله. خويا دحماني شقرا وليد، السلام عليكم. وعليكم السلام وليد، مرحبا بك. عمر عميمر، مرحبا. وسيم، الله يجعل الخير للبلاد والعباد ان شاء الله. مزيان، يفو مونفويي فوتاي توا اي مختار بور فو زونفويي لي مايو دو مون كلوب افو. شكرا خويا مزيان، بارك الله فيك، الله شكرا يجازيك خويا خويا مزيان، مزيان. شكرا بحفظك. انا مع ليكيب تاعك ما كانش مشكل. نور الدين ميكاوش، سي باسكو اوسي لي جون نون با ايتي بيناليزي فينانسيرمون ici c'est ici en France il veut dire 135 euros ceux qui respectaient pas le confinement l'État doit sévir pour le bien de tout. والله غير خويا نور الدين انا راني متحير، يعني ناس يجوزوا نورمال على بوليسيه، نظن انه البوليسيه واقيلا عياو وصابوا الناس كاع، يدوا كاع الناس يديروهم في الفرقون. شحال يرفد الفرقون هذا؟ جاب يا ربي حتى الامن عيا، لانه ناس كتير يعني ما على بالهاش. وكما قال لك مختار، واحد حطها في يده كابيتان، واحد رميها هنا محبطها، يعني والله يا خويا نور الدين ميكاوش احمد ربي راك في فرنسا، ولو كره راك هنا تمرض من قلبك، تمرض، تعيا في راسك، والله غير تكبر قبل من الوقت من التصرفات تاع بعض الناس، ربي يهديهم ان شاء الله. كريم حويدش، وعليكم السلام ورحمة الله. نشوفوا مختار شكون معنا، نشوفوا غانو بيطاون. حتى مختار واش تقول في خويا زويل. نعم تفضل تفضل، واش حبيت تقول؟ انا ما من يعني تفضل من الائمه، انا نقول الائمه راني لسان معاك. الائمه
انا ماذا بيا المساجد كل يوم عندكم 10 دقائق توعيه بالبارلور، اتكلموا موعظه، انتم ما يسمعوا لكم الناس. ائمه احنا نقدروكم ونحبوكم وحنا مسلمين، من المسجد عندك 10 دقائق موعظه، 10 دقائق يعني يا خاوتنا الامر او جدي يا خاوتنا، من المسجد 10 دقائق، 10 دقائق موعظه صغيره انصح فيها الناس. المساجد شغل تغلقت كاع خويا زهير، ما كان حتى حاجه من المسجد. علاه؟ مسجد، في المسجد كاين الامام، امام حاضر، قال يا اخي عندك 5 دقائق 10 دقائق توعيه. هذا مكان، هذا مكان خويا زهير، توعيه موعظه صغيره. يا ناس خافوا ربي، رانا في امر يعني جدي. يقول لك قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تؤدوا بانفسكم الى التهلكه. كاين احاديث كبيره كبيره اللي تنصح الناس في هذا، في هذا الميدان، في هذا المجال. نطلبوا حنايا من هذا المنبر، انا نطلبوا وكما نقولوا سبحان الله العظيم، رانا نقولوا عاونوا حتى المساجد عندها. فعلا 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 فعلا، بارك الله فيك مختار. قسوم قال لك فوزات مي برومي سيبورتور دو مون كلوب او اس تي بي. انا معاك خويا قسوم، اوني لي برومي، انا معاك. خلاص انا بون، انا بون لي او اس تي بي ابون سونتر، انا جارديان خويا زهير ابون سونتر. واش دير روحك وغانو العشره. Il y a une chose importante que vous avez pas évoquée sur les nouveaux cas. Tu vas l'évoquer tout à l'heure. Karim Houidesh, marhaban, Khoya Achor, Marahish, même Nabil Corona, Nkoul Khorti. Wallahi, والله واش تقول له؟ هذا قول له، قول له انت، انت ما تقدرش تقول له انت جاهل باسكو كلمه كبيره، ولكن قول له ربي يهديك اولا، النقطه الاولى الله يهديك، والنقطه الثانيه قول له انت ما راكش عايش فوق الارض، انت لازم كي تجي لا بروشين اكسبيديسيون تاع الروس ولا تاع الامريكان اللي تروح للقمر وتروح للاخر، لازم نديروك مع نديروك مع الشادي هذاك اللي يطلعوا يبعتوه، نديروك معاه وروح شوف الفوق الا كاين الكورونا من جهه مارس ومن جهه الاخر، حوس على الكورونا. انت ما تقدرش تعيش فوق الارض، لان الارض، الارض الارض اليوم، الارض بالخمس قارات نتاعها لي سان كونتينون مقيوسين بالموت نتاعهم، بالاصابات نتاعهم، بكل شيء. وانت موجود في الجزائر تقول هذا ما كاش منه الكورونا، ما كاش منه. روح يا وليدي، روح الله يهديك، كما تقول خالتي، خالتي فاطمه، روح يا وليدي الله يهديك. الامام قريبي سي الامام بو بريشي اونتر الظهر اي عصر بو كو لو بوبل كومونس كومبرين. بارك الله فيك، هذا هو الشيء اللي قاله مختار وتكلمنا عليه كم مره مع مختار. هذا هو، ما كاش دور هنا قبه كانوا 11 ولا 12 مسجد، كان مسجد واحد اللي راه منضبط كل يوم يدير بعد العصر مسجد واحد اللي شفته انا، واش شفت انا يعني ناقصه، ناقصه الامور. مختار ربي يحفظك، شكرا. ربي يسرك خويا زهير على كل النصائح اللي قدمتها. مختار بقى معنا، بقى معنا ان شاء الله في المتابعه. ربي يحفظك، الله يحفظك، وشكرا جزيلا على كل واش قدمت لنا من معلومات. الله يفتح عليك، قدمنا على فعل الخير، وربي يحفظ خاوتنا. شكرا، شكرا مختار، يعطيه الصحة على كل واش قدم لنا من نشوفوا غانو بيطاون واش من بعد ندخلوا مباشرة في موضوع كرة القدم. مجيد مهديد، مرحبا بك خويا مجيد. غانو مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. مرحبا بك خويا غانو، واش حوالك؟ وحشناك والله، غير توحشناك والله. صح شويه ما كنتش كونيكتي، نورت الجلسه. ما كنتش الله يهنيك، صافا. على كل حال انا نخرج، انا نخرج من هذا الموضوع لان الناس راهي تعبانه شويه بهذا الموضوع، باش ندخلوا في الفوتبول. ولكن اعطينا كلمه معليش على هذا الموضوع، واش
واش الامور بالك اللي نسيناها؟ كورونا 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 لي لا ماشي حتروحها، ما عيبات كيما هادو، ما عيبات كيما هادو ما تروحش زهير خويا عاشور. شوف كاينه حاجه ما هضرتوش عليها، هضرتو على كلش، وزاد مختار هضر على هذيك تاع الجامع، قال لك الامام يدير موعظه، الامام لازم يدير موعظه 10 دقائق بعد كل صلاه، ولا قبل كل قبل ما يدن يدير موعظه يفكر بها الناس، بالك الناس يطيب قلبها، هذه لازم. خلينا كاين حاجه ما هضرناش عليها كاع في الكورونا، هذه لا كليماتيزاسيون. واش بها؟ لا كليماتيزاسيون سي اون سورس دو غريب. الناس اللي تشعل الكليماتيزور في طونوبيل ومن بعد يهبط من الطونوبيل يهبط ضربو يضربو يولي لا غريب. لا غريب دوكا لا غريب، لا غريب نورمال نيكزيست بلو، باش الناس تكون عارف دير في بالك مليح. كي تمرض بلا غريب يعديك واحد بكورونا، ولا تمرض بلا غريب تاع كليماتيزور سي لو ميم فيروس. لو ميم فيروس. لو فيروس تاع لا غريب إلا ميوتي. سي ان كوفيد 19 واسمو كوفيد 19. الفيروس القديم هذاك ولا ميكزيستيش هذاك الفيروس خفيف هذاك. دوك ميم لا كليماتيزاسيون هذه تلعب دور كبير في لا بروباغاسيون تاع الكورونا فيروس. تفضل تفضل. شو لا كليماتيزاسيون، شو لو يدير كليماتيزر في دارو، لو يدير كليماتيزر في جاي. اي في فون ميو ترونسبيري ويسلك بنادم كو وكورونا دوكا واش نقول لك لازم نتعايشوا معاها على بالك، عتولي شغل شركه معنا في الحياه. دوك تعاود تغلق البلاد ولا تي فا با ايراديكي لو كورونا. لو كورونا ان فا با ديسباريت، سي اون غريب، غريب سيزونيير تولي تجي هكذا حتى نهار يصيبوا الفاكسان. نقولوا فاكسيني وبالك تما وي نقدر نقول لك حل الاصطاد وحل الناس كاع فاكسيني ديروا له هذاك البراسلي بلي فاكسيني جوج دي فا. راه العالم، العالم مالغري كو مازالت في مناطق، العالم راه محترم التباعد الاجتماعي، راه محترم لابافيت، راه محترم الجار في جيبو، راه ما راهش يجتمع، ماهوش يجتمع بكثره. نعيشوا معاه، شوف مارزيني. واش قلت؟ قلت لك لازم تعايش، لازم راهو شركه معانا في الدنيا دوك خلاص. معليش الفيروس هذا راهو شركه معانا دوك في الدنيا، بصح ما ديرش عرس تاع عرس واحد نعيشوا معاه. بصح خلينا هذوك، هذوك تهضرش عليهم هذوك عباد، هذوك نورمالمون الدوله تلعب دور تاعها هنايا نورمالمون، اللي دار العرس يتسونكسيون كيما دارت العرس ب 100 مليون دير لك بروسي 100 مليون، دير له تشوف بروسي 100 مليون اللي يدير العرس، تشوف ولا زاد واحد دار عرس. ما تهضرليش على هاد العباد، هادو ماهمش عباد، هادو ما تحسبهمش هادو كاع عباد. كيما قلت ما تحسبهمش عباد، هادو اللي يدير عرس دوك في الوقت اللي رانا فيه، في الظرف اللي رانا فيه، ماهوش بنادم. ماهوش اترومان كاع، ما تكلاسيش، ما عندوش مخ. دير عرس انت يا تعرض الناس، تجيب لهم المرض، ديرش عرس خلاص، عرس خلاص، سي سي ماشي وقته كاع. ما ديرش عرس، لا تورغانيزي انت كاش خلاص. لازم من هذا الفيروس منا دوك، حنا لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معه، لازم نخرجوه اورجو. كي تخرجوه اورجو وي خرجوه اورجو، تباعد بيناتنا كاينه متر متر ونص، دايرين لي ماسك. خويا تغميت اجبد روحك للطرف ليك وحدك، نحي الماسك، دير فكارو تاعك ولا دير رفع الشمة تاعك، عمك تاوعنا الشمة والدخان. وكي تكون مع الجماعة ولا تدخل الحانوت ولا دير كمامتك وريح، كي تكون تمشي في الطريق دير كمامتك، ما تمشيش بلا كمامة. واني شوف انا الشرطة تاعنا ما تلعبش دور ديالها، ما تلعبش دور ديالها، ما ضعيف ضعيف الحالة. ما تقولي ما تقول والو خو، الشرطة ماهيش تلعب الدور ديالها لازم الحال. عم يجوز يا غانو ما باليش بزاف يا منحي. شوف شوف ما دير له والو خويا، نحي له بيز ديدونتيتي وبعثو الكوميساريه تاعك. ديجا في كوميساريه خليه طوندي برا واحد 6 سوايع ولا 7 في السمج، قال شوف ريح ليك انت. اسمع هكذا لازم انقطع ال
تليفون او يصوني لي تليفون. قلت لك لازم يكون الرضا، الدوله لازم تلعب الدور تاعها. تصيب اربعه خمسه مجتمعين ما عندهمش لا ديستونس، تحبس بطونوبيل تاع الشرطه، اي تشوف انت، اي تشوف انت زير، تشوف اعطيني بيس دونديتي، ما عندوش بيس دونديتي نحيلو تليفون. قال راح تشوف كوميساريا بلاصه فلانيه، راح راح تما استنى انا جاي. خليه طوندي اربع سوايع خمسه، اضربوا بي في بصم، يروح يجيب يخلص بروسي تاعو، راح يسرق ولا يسلف ولا يدبر راسه، وتشوف له عاودوا داروها. والله العظيم غير ما يزيد يديرها واحد. كيفاش كيفاش عرس عبارك؟ انا البارح شفت كورتاج تاع طوموبيلات، حسبتهم 27 طوموبيل في كورتاج. 27 طوموبيل داخل كورتاج، نسال داخل وحده ما لابسه كمامه، ما تلبش كمامه باسكو دار الماكياج يفسد لها. 25 طوموبيل في كورتاج، كارثة كارثة. ما تقدرش ما تقدرش. الله يجعل الخير، الله يجعل الخير. لازم الردع، لازم الردع، لازم الردع، ولازم تطبيق قوة اخويا صاحبي، لازم قوة. نعم نعم. امين امين مرحبا بك امين. خيار لسلوس مرحبا. امين سلام قسوم الى ريزون غانو سوكي دي. ici à Saint-Étienne, ils ont interdit la climatisation dans les magasins. Bien sûr, a dit كلموا عليها الاطباء، وانا مع غانو عنده الحق. تكلموا عليها الاطباء، وحنا رانا راني شاعله فيا النار، راهي شاعله فيا، ومانيش ما شعلتهاش النار الاول، وفي الطوموبيل ما نشعلهاش، لانه سمعنا الاطباء. صاروح احكي لهاد الناس هادو، يحكيوا لك كيما الكورونا، يجبدوا لك عبسه، يقولوا لك كلمه هذيك انا ما كانش منها. مختار قال لك الله يحفظك يا غانو. نمر مباشرة، نمر شوية لكرة القدم باش غانو كنت معنا لثلاث أيام هادو اللي فاتوا، البارح لو البارح تبعت. ايه كنت ندخل، ايه كنت ندخل بصح ما قدرتش نتبع باسكو كنت مشغول شوية، فهمت. ما دابا تعطيني دي زافي تكنيك، دي زافي تكنيك جو دي بيان تكنيك سور لي ترو ديرني جوار اللي جازو باش نحليو الحاله من ناحيه تقنيه. تعطيني رايك كيفاش كنت تشوفهم في التيران وكذا من ناحيه التقنيه فقط. اللاعب الاول هو اللي جاز نور الدين بونعاس تاع مولوديه قسنطينه وشباب قسنطينه والفريق الوطني، سيتي لارير غوش بونا عستيني استوارا واش بيه. بونا عستيني استوارا، بون جوار دو كاركتير، مربي اسيدي، تسميلي ريغولي، هذاك انسان ريغولي، فهمتني؟ قائد، هذاك قائد يقود ليكيب تاعو، تسمى كي يكون في الفريق ما يضعفش. هذه لا فالور تاع لي جوار تاع بكري، هذه هي سيدي جوار. تسمى كي يكون في ليكيب يدون لو بلوس، هذاك اللي لا يدون لو بلوس، يحمس الجماعه ديالو. عندهم كاركتر، عندهم لا فورس دو كاركتر. سيتي دي فري جوار، سيتي دي جوار كومبلي كومبلي، تسمى من البيرسوناليتي تاعو، من الرجله تاعو، من البالون تاعو، من لا تكنيك تاعو. سيتي دي جوار كومبلي كومبلي كومبلي. تسمع ليا دار كتراني كتراني دو ميدسين، تروفي ان جوار انتيليكتويل كيما هذا. انا ما على باليش بلي دار ميدسين، انا ما على بالي، ما على باليش. انا قلت لك على حسب واش كنت نشوفه في التلفزيون في لي ماتش وكاع، سي باين بلي سي كالكان دو كالي، عنده لا غروند بيرسوناليتي، سي ان ليدر. فيما يخص بنعم. خويا حبيب بن ميمون مرحبا بك، وتدخل معنا شويه هكذا، الله يفتح عليك. ابقى معنا خويا حبيب، نسحقوك، الله يفتح عليك. كل الجماهير ميمون تاع وهران، تاع وهران، اللاعب القدير والمحترم واللاعب الكبير ميمون. الجمهور كامل يطلب فيك خويا حبيب بن ميمون. كرون جوار وي سورتو لي بلا سوا فلا تاكس كان زاهي. نهاري زاهي كيما تحب، كان زاهي كان زاهي، ما يحصلش كاع ما يحصلش. خويا حبيب بالميمون ريح تدخل معنا شويه هكذا. لو دوزيام سي خالد لونيسي غانو،
تعطينا رايك في هاد لي تروا خلدوني لا ونشوفوا جينيراسيون حبيب. تاعي، خلدوني سي لا جينيراسيون تاعي، اي كان يلعب كونتر على ليون جون، كان في الحراش، الى موناج، خالد الى شي موناج. تنشو سي بون دو فاسون هو جامي تسمى، كي كان كادي يلعب جونيور، كي كان ميني يلعب كادي، ما كانش يلعب في الكاتيجوري تاعو، كان كي يطيحوا مع القبه ولا هكذا يحبطوه يجيبوه يلعب معنا، فهمت؟ جينيرالمون كان يلعب اور كاتيجوري، ديجا كان صحيح بزاف علينا، كانت عنده لا بويسونس بزاف، كان ترو بويسون، كان يلعب لي دروا، كي كان اون جون كان يلعب لي دروا، دروات كان يلعب بدروات كاريمون دروات، اللي تي ترو بويسون، كان صحيح بزاف، كانت عنده الجومبا تاع واحد سينيور على ليبوك، كان صحيح وكان تكنيس، كان يلعب مليح، كان يلعب افونسي مليح، شويه غانو، كان يدري يدريبلي ها افونسي شويه باش نقرا الكتيبه، باسكو الحيط ابيض. فوالا هكذا كي تغطي لي نشوفه قبل ما نكملوا مع قلت لك كان يدريب لي، كان لونيسي كان يدريب لي اون الون افيك فورس دوفون، تسمى يخدمك ما يخليلكش الوقت تبلاصي روحك، فاهمني؟ افيك كان عنده الفورس هذيك تبني براسك، يضربك شغل رايح اكوش ويروح لك ادروات يطبحها ويروح، نعم، وكانت عنده الركلة يا اخو، ولي شفالو ومن بعد اون سينيور بقى غني عن التعريف، اون سينيور الى في سيزون بياس اف بياس اف لي غانو، ما دول شغل لي جوار، كي تهضر على دول لي جوار شغل تاع الحديد هاك، فاهم؟ هضرت على بونعاش شغل تاع الحديد، هضرت على لونيسي شغل تاع الحديد، كي تاع دوكا شغل تاع الالومنيوم، ماشي كيف كيف، قليل وين تسيب جوار تاع الحديد، فهمت ليكزومبل؟ اوكي سي نشوفو شوف فان، علاش لونيسي ما دارش، ما حبش يولي اونترينور ولا شكون هذا؟ لونيسي سي عنده لي ديبلوم، عنده كلش الكليما هذا اللي راه، معليش غانو نجوزو نشوفو ليكيب دو دي ان هنايا، نشوفوا هذا التصريح هذا تاع الكومنتير تاع ايدن ليلى، زيد افونسي شويه، عاود افونسي كيما كنت من قبل باسكو سي ليكريتور، فوالا لي اون بلو. ايدن ليلى قالت لك جو سوي انتيرمون داكور افيك توا غانو، هبلونا اي سون تانكونسي طوالي جي، جو سوي شوكي فعلا، اوني اختي ايدن، اوني فريمون 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 مو بيرسونيلمون جو سوي شوكي، جو سوي شوكي كو ان بوبل كيما تاعنا اون 2020 في عهد التكنولوجيا الحديثه والتطور الحديث العالمي مازال يفكر هذا التفكير، وما عندوش بعد النظر وما عندوش المسؤوليه. سوي اباتي، واش كنت التقارير اللي كنت دايرهم كلهم حدثوا. غانو واش قلت على التعليق تاع اختنا ليلى؟ نسلموا على الاخت ليلى قبل، هي سي 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 مومبر دو لا فامي، وسلمينا على جمال، عندنا بزاف ما شفناش، وكي تعرفي الجزائر يا ليلى اختي، ما عندك ما راكي تعرفي المستوى، واحد يخسرها على الف، انسان يضحي ما يخدمش يتخبى يضيع وقته ومكونفي الاخر، ومن بعد يجوا جماعه يعاودوا يرجعوا للبلاد. انا واش حاب نقول لك، الجزائريه يا حليل والله، على بالك حنا رانا في الجي، حنا رحمه ربي، يا فوفو هذا برا واش كاين، ايه مي اوني 22 اوني بليدا 22 اصابه في اليوم 22 سير لا كونفيراسيون، اسمع 22 سير 1 مليون ودمي ولا 22 سير 1 مليون ودمي ولا 2 مليون، سي سي انا نقول لك 22 هذوما كان يديروا مليح لي زاناليز تاعهم يصيبوهم باللي سي لا كليماتيزاسيون، حنا في الجي بليز او موان في الحوانت وكاع، والله غير بيان يعني نشوف الحوانت وكذا، عندك لي كورتاج تاع العراس، عندك العراس مازال العراس يفو انتيرسي، كل يوم باش تروح تغلق الناس لي كوميرس تاعهم اغلق العراس، العراس شوف العرس انتردي، انتردي العرس ممنوع، ما تغلق الجامعه، تغلق الجامعه وتخلي العرس تروح
راه لا ميري تعقد دي مارتك وزوجو تعقد وتجي رايح. هذا هو العرس. هذه هي ايه يا خويا، تكون الحاله مليحه دير العرس على المزيون تاعك. هذا ما انا بارك الله فيك والله، دي زوج منا من لا فامي، زوج منا من لا فامي، وتكل على الله. وهذه هي نقول إيه لك انا نخرج بزاف من القبه بير خادمه، تما ما ندورش من الكورونا، ما ندورش، عندي قبه بير خادم، نسكن بير خادم ودارنا في القبه. شوف شوف الحوانت لي سونت كوميرسيو هادو تاع بير خادم، الحوانت تما في القبه اللي قدامي في لاكروا، وين نروح نشوف هكذا شويه الحباب. يا خويا ريسبكت والله، ما يخلوهم يدخلوا يديروا لاشان بالكم، ما ماتوا يستنى كل واحد يخرج، واحد يدخل واحد يخرج واحد يدخل واحد. فارماسي ما صح با لي كوميرس والله يا عشر خويا، سي با لي كوميرس. انا نقول لك سي لا كليماتيزاسيون و سي لي كورتيس و العرس، هادو العرس. وزيد كاينه حاجه لي جان هادوما لي تيرو جروبا و خمسه سته ويقصروا، كاتاستروف، يقصروا هكذا بلا ما مات بلا والو، يسفون كونفيونس، يسفون كونفيونس. هادو لازم يبعدوا، قصر قصر مع صاحبك ماشي مشكل. الو سي دي بورتور سان، سيخ بزير كبيره، سيخ كبيره بعد. سي دي بورتور سان لي جون، سي دي بورتور سان من 20 سنه لتحت والله ما ايه بون. عندك انا كاين بروبليم، كاين بروبليم ساكن هذوك تاع لي كارتي بوبولار كيما لا غلاسيير كيما جامع لي وكاع السقيفات تما، يفو فير اتونسيون تما، يفو فريمون فير اتونسيون. اه فريمون فريمون هذوك الجوايا يفو فير اتونسيون. الله يجعل الخير. ما كانش كاين ما ديق ديق، ميم كي يعطس واحد، يعطس واحد تما في وسطهم، هذيك العطسه طول تقعد داك فاهم، ماشي كيما قبه ولا البيار ولا كاين اللي تساعك فاهم. تما سي رونفيرمي، هذيك خطره جست عندها واحد 10 ايام جست من تما، كان عندي خدمه هكذا، حبطت خديت راكورسي على مينيستير دو لا ديفونس، خرجت على جامع اليهود. نقول لك حاجه، عاود درت دوميتور ما قدرتش ندوز، خفت طوموبيله مغلوقه، عاود درت دوميتور ما قدرتش ندوز. اه ما تقدرش تجوز، عاود خرجت ضيق 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 ضيق. يحلي لهم ساكن الناس تما، وزيد لي كوميرسي. الله يجعل الخير ان شاء الله. الله يجعل الخير. وين كاين لي كليزوندروا هادوما؟ بويفيتي. سيدي علي اسماعيل قال لك حاشاكم انا نو دوفيان جامي ان شيفال دو كورس. سي مالورو. حاشا 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 بني ادم، حاشا ما نقولوش حاشا بني الاخر. رشيد دباح مرحبا بك، مرحبا خويا رشيد. عبد الوهاب زنير مرحبا بك خويا عبد الوهاب. والله عبد الوهاب بعث لك دي تيكستو باش تدخل معنا، و الى ممكن لا ممكن نقدروا نعيطوا لك. ولا يجوز، ولا يجوز. شوف شوف ولا تقدر تحكموا جوزو، شوف ولا تقدر تحكموا جوزو. يعاود يخرج خويا عبد الوهاب، خرجوا عاود صافي بليزير. شوفوا ادخلوا عاود خرج تدخل معنا شويه، احتجناك رانا نستنى فيك دوبي لونغ تايم. ما تراطيش باش يولي تقدر تحكموا. رضا ابو شفره مرحبا بك. صافي بليزير، مرحبا بك. دونك غانو يعطيك صحة على كل المعلومات اللي قدمتها، وربي يجازيك. الله يسلمك. اون ريست توجور اون كونتاكت ان شاء الله. بور ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي ميرسي. اوكي مون فخير. شكرا. السلام عليكم. سلام. نحاول نتصل بخونا عبد الوهاب زنير. واللاعب الكبير لمولودية الجزائر والفريق الوطني. خويا عبد الوهاب خرج ودخل، نعيطوا لك تدخل معنا ان شاء الله. عويجية مختار قالك هادو الناس راهم حابين يكونوا سبا في انقطاع رزق خلق الله، خاصة العام اليومي والنشاطات الاخرى اللي عانى اصحابها الامرين في الاشهر الاربعة الماضية، خافوا ربي يا ناس. فعلا هذه هي الكلمة اللي يقولوها لهم يا مختار، خافوا ربي يا ناس. خونا عبد الوهاب زنير اللاعب الكبير والمحترم، نزيدو نبعثو الكانفيتاسيون خويا عبد الوهاب باش تدخل معنا.
في انتظار دخول خونا عبد الوهاب زنير باش حكيم زواري، مرحبا بك، باش ندخل في الحديث عن كرة القدم. تكلمنا مع مختار عويجية على مشاكل تاع الكورونا اللي راهي أصابت الأمة وارتفع عدد الإصابات في المدة الأخيرة، وخاصة اليوم كذلك. وتكلمنا مع غانو بيطانون كذلك، ودرنا تحليل على واش راه واقع في عند الجزائريين من أعراس ومشاكل أخرى وهم لا يبالون. كنا قلت في الأسابيع هذه الثلاثة الأخيرة كنا تحدثنا مطولا في لايفات مباشرة مع خالد لونيسي، مع تحماني، مع عيد الحسين، مع جمال أماني أمس اللي أعطانا واحد السكوب، واحد الأخبار اللي هي مهمة ومهمة لكرة القدم الجزائرية. خويا اسماعيل جادي، ماذا بيا خويا تخرج اسماعيل وتعاود تدخل. محمد كحال، مرحبا بك، ماذا بينا الجماعة. إديرة، مرحبا بك. يعني في انتظار اسماعيل جادي ولا كريم وباداك، مرحبا بك. في انتظار خروج اسماعيل جادي وعاود يدخل باش نعيطو له يكون معنا على المباشر. كنا تحدثنا مع مختار عويجية على وباء كورونا، وتكلمنا كذلك مع غانو بيطاون على وباء كورونا، وكانوا فادونا بواحد المعلومات اللي كانت هامة ومهمة جدا في بالنسبة للمستقبل، خاصة بالنسبة للأمة، للشعب اللي راه نقص شوية وعي ولا تصرفات نتاعو غير طبيعية. نتمنى أنه يفيق العمر ويرجع إلى الطريق المستقيم ويسمع النصائح تاع التباعد الاجتماعي. فيما يخص كرة القدم، فيه لقاء بين أتلتيكو مدريد وألافيس، لقاء لحد الآن في دقيقة 57 صفر مقابل صفر بين أتلتيكو مدريد وألافيس. و سيلتا فيغو دارت المفاجأة قبل قليل وتعادلت مع برشلونة 2-2. إذا برشلونة زادت خسرت نقطتين بعد تعادلها في اللقاء قبل قليل انتهى بين سيلتا فيغو وبرشلونة 2-2، بينما اللقاء اللي راه يجري الآن بين أتلتيك
أتلتيكو مدريد وألافيس في مدريد، اللقاء لحد الآن 58 دقيقة 0-0 بين أتلتيكو مدريد وألافيس. طارق وأحمد، لي كونسيكونس دو لامبونيتي. إيفيكتيفمون خويا طارق، إيفيكتيفمون خويا طارق. يوسف كابول، مرحبا بك يوسف، نورت القاعدة خويا يوسف، مرحبا. رانا نستناو في لي جوار يدخلوا باش نكمل هذا اللايف ونكمله في الحديث على عن كرة القدم. وفي هذه اللحظة في دقيقة 58-59 فريق أتلتيك مدريد يسجل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد ضد ألافيس بهدف مقابل صفر، هدف مقابل صفر في دقيقة 59. بوت أتلتيكو غانو، بارك الله فيك. إيفيكتيفمون لأتلتيكو فيان دوفرير لا مارك وتسجل الهدف الأول. نشوفوا مزيان قصو نتكلموا. شفنا عويجية، شفنا غانو بيطاون، ونزيدو نشوفو مزيان قصو يزيد يعطينا بعض التوضيحات. انا خويا مزيان، السلام عليكم خويا عاشور. لاباس خويا مزيان، وانتوما؟ والله غير الحمد لله، والله غير الحمد لله. وانتوما لاباس؟ توحشناك خويا. والله غير شوي بخي على بالك، مع راني في زانسكريبسيون وبريباراسيون ولي ديتيكسيون تاع لي سينيور 19. والله غير دخلت مع المغرب، ماشي سهله على بالك كومون سا سباس، يلحقوا 40 50 جوار لازم. لو كان جيت قريب نعاونوك. الله غالب، انا وغانو نعاونوك. الله غالب. والله غير شوف انتوما بلان فول، هنا ما كاش لا فولونتي تاع جماعتنا، والله ما عندهم لا فولونتي يعاونوش. والله غير جلي غي ميم برومي دي فورماسيون، جي اروح تعاونني نبعثك تفورما، مي لا حياتي من تنادي. واش تحب، كل واحد كيف حاله. معليش كل واحد كيف. المهم صابوج سامارش. والله غير الحمد لله، مع ميم على مالادي مي اون كور. والله غير رحنا البارح جي روشي لي زيكيبمون. ينسى ونام عاشو الخويا. نحبو واش انا نديرو، نحبو كما نحبوش ما نديروش اكثر. انسان يدير غير واش يحب، فهمت؟ وانتم واش راكم ولا جيو طريد الحاله راهي سي با صح. والله غير قلقنا مع البارح، هدرت مع مرت خويا باسكو سي ميديسان راهي في لوبيتال مصطفى تما تخدم، قالت لي والله ما نقولك، خاطر كي نزيد نقولك نزيد نقلقك. فوميو مرض بزاف، قالت لي والناس ربي يجيب الخير شغل ما ربي يجيب لنا الخير. والله غير ربي يجيب لنا الخير. حنا كما كان يقول خويا غانو مقبيلي لا غيزون، والله غير لا توتا في غيزون. طبيب غانو طبيب. الناس بزاف اللي عم بالهم لا كليماتيزاسيون هذه مليحه. انا جي بوزي، دخلت دون اون غران سيرفاس، شفتهم حلين البيبان، قلت له على ما حليتش لا كليماتيزاسيون لو ريسبونسابل، بدا حكى لي على الكوفيد. قال لي كون نحلها، قال لي واخده، قال لي اون بو دوني ا تو لو موند، قال لي ديجا تحكم لا غريب، يا بلو دو غريب مينون، لا غريب نورمال لي اكزيست با. فوالا قال لي سي لا فامي، هذا الكوفيد سي لا فامي تاع لا غريب. وي سي لا سي لا ميم فامي، سي لا سي لو ميم فيروس. والله غير حسب الاطباء. والله غير سانو سيرتو البلاد. والله غير هنا رانا نستنى وقتاش يحلوا لنا لي فرونتيير باش الناس تجي. قلت لهم كيما رو يا ربي. ان تو لي كا يا اون بون نوفيل، يا اون بون نوفيل. اليوم لونيون اوروبيان اجتمع وخد قرار يسمح 14 دوله تدخل لاوروب وتخرج، من بينها الجزائر. سي امبوسيبل بيان ان شاء الله يا ربي. ابارتير دو 1 جويلي لي الجزائريان بو فالي اون اوروب، واللي في الاوروب يقدروا يجوا للجزائر. احنا الناس والله غير راهي غير مقلقه، حبت وقتاش تفتح. قلنا لهم اون سي با، ما على بالناش معلومات اللي عندي. المايو تاع
عاشور جو مونتخ لو مايو دي كولور دي سينيور تاع هذا اه العام. اي بو اي بو يا فوالا سي بو سا قلت لك بعث لي لي و لا مارك سي او اس تي بي سي لو نون دو كلوب. اي بارك فوالا سي بو سا قلت لك بعث لي نبعث لي مي دو برومي سيبورتور المناصرين المختار. الله يبارك هاوي مختار يا خويا ربي امين يوفقكم. امين بنو عز الدين مرحبا بك يا بنو. مرحبا خويا عز الدين. مرحبا. عانوا بطول فيروس كورونا قسم الشعب الجزائري الى جزئين، جزء غبي سيقتله الغباء وجزء واعي سيقتله الاغبياء. الله الله الله. انا ما نقولش يقول لك اسمع انا ما نقولش غنوره في الجزائر يقدر يقول انا ما نقولش انتوما تقدروا تقولوا انا ما نقدرش نعاير لا الله غير يا غانو غير عجبتني تاع قسمين، قسم غبي يقتل نفسه وقسم واعي يقتل الغبي. الله يجعل خير. صح سي وي سي فري واش هو يقول والله غير سي فري كاين اللي يقتل روحه لينيورون هو اللي راح يقتل روحه اللي داير روحه ما كاش حنا هنا ثاني امومون يديزي وا ما كاش منها يا ودي دارت الدوله ويا ودي داروه باش يدير مي على فان كونت تو انا دخلت في لوبيتال اي جي فو جيتي اوسبيتاليزي بوندون الكونفينمون وشفت شفت تما تشوف بعينيك وتهضر مع لي ميديسان وتهضر مع لي زانفيرمي يقولوا لك يا خو الناس اللي تقول لك ما كاش منه هذاك كاع مساكن سي لينيورونس سي لينيورونس افكتيفمون اه وي سي لينيورونس اللي زهلكتهم واللي راهي تبعت فيهم باسكو يقول لك نو ما كاش منها وما كاش هذا دارته الدوله هذا دارته ما دارت الدوله ما دارت لك الدوله يا ودي انت حضر روحك وخلاص كما كنتو تهضروا على العراس هنايا با دماغياج على بالك بلي ما كاش لي فات مي انا با بورتون ايزون اوفر نلعبوا لي ماتش تو مي لي فات تروح تعقد في لاميري اربع عباد يدي مرتو يدي زوج شهود يروح يعقد والسلام عليكم. وي واش تحب الله غالب انا نعرف ناس زوج وهنا ما تلاقيت مع صاحبي زوج وليد وقال لي مزيان سمح لي ما عرفتكش مي قال الله غالب الا غيان فيه الا غيان فيه الموت وما داروش الناس داوهم دفنوهم في الصمت. سبحان الله والله غير انا دوك جديكوفر لي جون شكون اللي ماتوا وما سمعتش بهم. الله يجعل الخير والله الله يجعل الخير يا ربي يا ربي يا ربي يجيب الخير ان شاء الله. امين. عبد النور والي مرحبا بك. حسين بن خمو السلام عليكم خويا مزيان بن خمو هذا سيد C'est un très bon joueur, parce que j'ai partagé, c'est pour ça que je suis venu. Partagez le moment, je suis venu à l'Aïbak. L'Aïbak, c'est des gens, mashallah, c'est des gens, mashallah. L'Aïbak, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kamel, le frère Mzian. Mouhad Jumaï, salam alaikum. Salam, le frère Mouha. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu as fait, Mzian? حنا بدينا دوك لي زانسكريبسيون بديناهم بدينا نبعثوا لي ليسونس بدينا تما اوبليجي تبدا دوك باسكو هنا اون با روبري الشامبيون اي روبرون با كاين لي زون روبري لي زونترينمون انا جي با روبري لي زونترينمون حتى مود فان جويي ندخلوا في لي زونترينمون لا بريباراسيون مود سبتمبر باسكو نبداو كوب دو فرانس كوب دو لا لوار و لي جون ليكول دو فوت الدنيا حتى لسبتمبر سبتمبر تسمى دوكا كو لي زانسكريبسيون و انفوايي تاني كرانا نديرو لي ديتيكسيون ابارتيغ دو يو 15 باسكو فوت ا 11 دير لي ديتيكسيون مي فوت ا 7 اي فوت ا 5 لي بورت اي سون اوفيرت ا تو الموند ما تقدرش تروفز هنا لو فوتبول ما تروفز حتى واحد لي جي انسكري تي اوبليجي دو لو بروند يعرف ولا ما يعرفش ما يعرفش تعلمو يعرف او يلعب كيما المسيد كيما المسيد ما لا ديفيرونس مع البلاد راك تعرف لا ديفيرونس حنا في هنا سكي انتردي تو ريفوز كلكان كي ابي دون لو كارتي او او تو ممنوع كيما نقولوا في لوامر في رويسو نورمالمون يبران تو الموند لي جي انسكري ولي دو تنسكريه ما تقولوش يعرف ولا ما يعرفش سي ان اوبليغاسيون سي ان اوبليغاسيون وزيد لي طه هنا تعاونك كاين لي مويان يا دي تيران يا تو moyen pédagogique, l'infra, il y a tout. Tout ce qu'il y a.
ولا شي، ربي يوفقنا برك ان شاء الله. ما ان شاء الله الدعاء تاعكم ان شاء الله رضا، ان شاء الله يا رب. رضا محمد مرحبا بك خويا رضا. عثمان اناد السلام عليكم، ربي يجيب الخير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله خويا، امين امين خويا. موح وقنون مرحبا بك خويا وقنون، شرفتنا مرحبا بك. رانا مع مزيان قسوم نوتر اكسبير ا سانت ايتيان اللي راهو مع اختصاص تاع الفريق نتاعو كره قدم الشبان وكذا، ناخذوا منهم الطريقه ونتعلموا منهم يا رب لما يخدموا بها ان شاء الله. ان شاء الله ما شديتكش بزاف مزيان. لا لا والله والو، لا بارك الله فيك والله. غير على كل حال غدوه عندنا لي فوت، حنا هنا ندخلوا في لي فوت تاع لا ميري غدوه، سي شونجمون دو مير ان شاء الله يجوز المير تاعنا هدايا، سي ان تري بون مير اللي عندنا ان شاء الله يجوز. ان شاء الله يجوز فهمت. غدوه سي الدوزيام تور واه، باسكو حبسوهم بوندون الكونفينمون ودوك غدوه يفوتيو كاع فرنسا كاع تدخل في الفوت. دو بال فوت ما تبعت والله ما تبعت. وي غدوه الفوت 28 ان شاء الله. حنا كون كارد نوت مير، المير اللي عندنا سي كالكان، وزيد ان جون يخدم والله غير خدم خدم الى تو في، وخدم للمسلمين الجوامع لاباطوار والله غير درنا غير ما شاء الله. ما عندنا ما نحيو فيه، ما ماشي مسلم بصح ما عندنا ما نحيو فيه. واحد اللي خدم اللي خدم الشعب يستاهل يعاود يولي. وي وي وهذه هي نورمالمون ان شاء الله، نورمالمون ان شاء الله. ونا سويفي لي زيفينمون كيفاش صراو ان شاء الله يعاود لنا هدايا ونا غيوها ان شاء الله. ان شاء الله موحى جماي il avait cette pensée dans les années 70 en Algérie. صح موحى تاعنا هذا جماعي سي Nordin Mekaouch, bon rétablissement mon frère. Merci. Barakallah fik khoya Nordin. Barakallah fik. Rida Bouchafra, salam khoya Achour. Allah yselmek khoya Rida, marhaba bik, nourtna. Merci beaucoup. Toujours fidèle khoya khoya Bouchafra. Wach عندك tqulna gana? Wach tqulna lyoum mzyan? والله غير انا عجبني لو ديسكور تاع خويا واسمو غاني مختار، إليتي فريمون وي إليتي فريمون سيرتو ليدي تاع الإمام هنايا والله غير مازالهم الإمام، باسكو حنا نصليوه لي سانك بريار والجمعة رانا في المسجد دوكا، مساجد فتحت وسكي ديزي حنا دوك مازال يهضر على الكوفيد. ردوا بالكم يا جماعة، ما عنده الحق باش الناس تتوعى والناس تافونسي. سكيفو سكيفو، كل واحد اللي قادر يلحق كلام يلحقوا لهم، اللي قادر يلحق بالديريكت هكذا كيما راك دير خويا عاشور والناس تسمع وتتوعى ما نعايروهمش، بصح ان شاء الله يا ربي يتوعى ويولوا ان شاء الله. بيان سور بيان سور، بالنصيحه تلحق ان شاء الله، بالنصيحه تلحق الناس. يا حليل ثاني كما قال مقبل تانيك خويا غانو عنده الحق تانيك، يا دي كارتي وين الضيق وين هادي وين، يا حليل يا حليل كل واحد نعطوا له العذر خويا عاشور هكذا يا نعم انت. وبارك الله فيك والله يجازيك ويعطيك الصحة. ميرسي بوكو، الله ينورك خويا عاشور. معنا لاباج بارك الله فيك كيما تاعكم تاعكم ان شاء الله جميعا. ان شاء الله خويا عاشور ربي يجازيكم وربي يوفقكم كاع ان شاء الله. شكرا وليله سعيده. بونسواري امين. بونسواري ميرسي. صحيح صح ميرسي. سلام. اللي تكلمنا على امور 19 اللي رانا نعانيو فيه. كمال الدين خلاصي مرحبا بك. كريم كريم سالوي مزيان توحشناك. محاج معاي لا رياليتي ان شاء الله. وي نشوفوا شكون موجودين معنا. ممكن رضا ابو شفرة معنا اخويا رضا.
الكلام زين، وربي يحفظك انت ايضا خويا حسينو، ومرحبا بك معنا. شكرا، مرحبا بك معنا خويا حسينو. نحاولوا دائما اليوم ما قلنا ما نطولوش بزاف، تكلمنا على الكوفيد 19 مع مختار عويجية مع غانو بوطاون ومع مزيان قسوم، وقلنا ما نطولوش بزاف لنخليو غدوة إن شاء الله مع ضيف مهم ومهم جدا، سي مخلوف والي اللي هو أنسيان جوغ تاع المولودية تاع الوامر، أنسيان أنترينور، تاريخ كبير في كرة القدم الجزائرية، اللي يكون معنا غدا إن شاء الله. خونا ولي مخلوف الغني عن التعريف، قلت اللاعب الكبير للمولودية والوامر، واللي لعب مع لاعبين كبار تاع كرة القدم الجزائرية، واللي كان كذلك مدرب ومسير وغير ذلك، وعنده ألبوم تاع تاريخ كرة قدم الجزائرية. مراد باداش مرحبا بك، ولهذا قلنا أنه إن شاء الله يرجع الوعي لشبابنا والأمتنا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نضرب لكم موعد إن شاء الله مع لاعب كبير وقدير وقديم، اللي راح نتحدث معه على أمور كثيرة في كرة القدم. بارك الله فيكم على حضوركم معنا، أشكركم وأقول لكم إلى الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.